الصلاة للأسف يا دوب وصلنا الخطبة. أول مرة صلاة العيد تفوت. جامد. إيه الأخبار؟ بسلام أنت طيب. بسلام السلام. مروان عايز يشوفك. إيه الأخبار؟ مروان أهو عايز يشوفك. إزيك يا مروان؟ كل سنة وأنت طيب. أنا جيت وراك من هناك عشان عايز أشوفك. حبيبي. أكتر وقت هتلاقي فيه الشوارع فاضية وقت صلاة العيد. الهدوء اللي قبل العاصفة. أيوه. إنسان طيبين. العيدية، العيدية النهاردة برعاية العشرات الجديدة. نيو تنس. واحد. اثنين. كفاية كده بقى اثنين عشان مش متاحة كتير فالعرض عليها قليل. فقرة العد. والنقطة دي طالعة حيرة. عامل ايه؟ وصام تبع عبد الله. انت طيب. خد عبد. شكرا. عشرات الجديدة. بقول لك هاتي خمسة من ده. ايه الأخبار؟ كل سنة وأنت طيب. العشرة الجديدة ايه؟ العشرة الجديدة في راسك الجديدة. اه تمام؟ ماشي. كل سنة وأنت طيب. بس عسل. وصلنا الفيوم والأولاد بدأوا يعيشوا الأجواء اللي بالنسبة لي هي أهم حاجة، يلعبوا ويستمتعوا ويعيشوا أجواء ما بقتش بتحصل كتير زي زمان. قعدنا على السطوح وشوينا لحمة وأكلنا وبس كده انتهى يومنا في الفيوم ورجعنا على القاهرة. العشرة جنيه الجديدة. ما كانش ينفع نخلص الفيديو ده ونقفله من غير ما نتكلم على العشرة جنيه الجديدة. العشرة جنيه الجديدة من الحاجات اللي انا شخصيا فرحان بيها قوي. حاجة نظيفة يعني فعلا فعلا احنا كنا محتاجين حاجة زي دي من زمان. العملة بقى ليها شكل بيعبر عن الحلاوة والجمال وان احنا رايحين في حتة تانية. اولا انا سمعت ان العشرة جنيه هيبقى في منها 20 وهيبقى في 50 و100 و200 وسمعت ان كمان هيبقى في ورقة ب500 وده انا شايف ان هو حوار جامد ان احنا اصلا نغير من العملة كلها هتبقى حاجة شكلها لطيف. طبعا كذا حد اتكلم عن التشابه بين العشرة جنيه المصري والعشرة جنيه الاسترليني وحقيقي يعني في حاجات كتيرة جدا منهم متشابهة ولكن بعد كده عرفنا ان الشخص اللي صمم العشرة جنيه الاسترليني هم نفس الاشخاص او الشركة اللي صممت العشرة جنيه المصري. سمعت برضو ان الباسبور هيتغير والبطاقة هتتغير معرفش الكلام ده حقيقي ولا لا بس كل ده لو دل على شيء فهو يدل على ان احنا يعني ان شاء الله رايحين في حتة تانية وبس. فعشرة جنيه ضد المية مش ضد النار ضد التراب. انا طبعا العشرة جنيه الاسترليني دي لما اتجددت لما نزلت انجلترا انا كنت موجود في انجلترا لما اتغيرت لا في تغيير كامل انت العملة نفسها بتنضف وبتحس ان انت يعني مبسوط كده وانت شايلها في ايدك وفخور وتحس ان قيمتها بقت كبيرة. بس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي قريب جدا. ده كان فيديو سريع كده كده يلا سلام.